التحقوا بمراكز الامتحانات منذ الساعة الأولى من الصباح، وكلهم أمل في مواضيع تضمن لهم النجاح في امتحانهم المصيري. التلاميذ المقبلون على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دخلوا إلى قاعات الامتحان والخوف والقلق يرافقهم. الله ربي يوفق الجميع. يعني كاين شويه لا بانيك، سي نورمال، مي سافا، ان شاء الله ربي ينجحهم. النصائح اللي نقولها لهم ما تبانيكيو، سي ان بتيت اكزامان، صح هو مصيري، تحياتهم مستقبليه، بصح ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله يكون لهم ساهل ويقدروا كامل يخدموا ان شاء الله يا ربي العالمين. ما نكذبش عليك، انا راني فرحان، نورمال، نضحك، مانيش ستريسي كاع، نورمال، اكزامان ندوزوه و ان شاء الله ما يكون غير الخير. ربي يوفق كاع جميع، واحد تعب ربي يوفقوا ان شاء الله، وربي ينجحنا كاع كيما راه. هاني صافا ان شاء الله، دوك حطونا السوجي نكونوا ان شاء الله واجدين، باسك كما قلنا يعني طحنا عفايس قريناهم ان شاء الله، وبليس مع الشيوخ تاوعنا وجدونا مليح لهذه اللحظه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يفرحوهم ويفرحوا كاع والدينا وكاع تجيبوا الباك ان شاء الله. بعد ازيد من ساعتين شرع المترشحون في الخروج من مراكز الامتحانات والبسمه على وجوههم بسبب سهولة موضوع اللغة العربية في كل الشعب حسبهم والذي كان في متناولهم ورفع معنويتهم. كان فاسيل، كان خسر، انا في لو شو انتر دو سوجي تاح شير لا كون لاني باسي سيتي بلوتو فاسيل، كان في مستوى الجامعة يا في با ما كاش، كان كل شيء واضح كما لي زاني باسي. شعر شغل جاني شويه صعيب، والناطر اسئله مباشره تسمى شغل نص مباشر وتجاوب ديريكت، تما شغل تقرا السؤال ترفض الاجابه من النص وتحط هذه، ما ساهل نورمالمون، تما شغل الشعر صعيب والنثر ساهل، تما ساهل ان شاء الله فيها خير. صافا جا ساهل، متناول الجميع وان شاء الله. جي النثر، النثر باسكو كان ساهل على ما قال، وقريناه ديجا بزاف في الاخر في مواضيع مسبقه. ان شاء الله لي زيكزامان كاع الاخرين يجوا ساهلين وان شاء الله نجيبوا الباك. بين القلق التوتر والارتياح كان اليوم الأول من الامتحان المصيري الذي لطالما حضر التلاميذ أنفسهم له في انتظار باقي المواد التي يمتحنون فيها في الأيام القادمة.